دابا الحودي ماشي بغا نقول لكم راه حنا كنخرجوا صداقه وكنديروا نو no, انا غير كنبارطاجي معكم الحودي ديال الاسبوع يعني حيت ما غاديش انا نطيبو كامل وما غاديش نطيب منه الاسبوع اصلا دونك غادي نخرجوا منه صداقه بسبب الله. السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الاسرار ديال اللحم بالبرقوق والمشماش، طياب ديال اختي ديال العراسات، واخا يكون شي تقليله المهم هي المشاركه. انا كنفاق عبد الرحيم صباح وقطع ليا هنايا الحولي وخديت هنايا العنقرة داك الطروفة الكبار، هما اللي غادي نصوب بهم هنايا اللحم بالبرقوق والمشماش اللي مدغمر، واختي وداك المريقة خاطره راه يا سلام. المهم خديت هنايا شويه القزبر ومعدنوس غير شويه، وخديت هنايا واحد ثلاثه ديال البصلات. بالنسبه للحم ديال البرقوق ديال العراس راه ما كيكونش فيه البصله كثيره، يعني عكس الدجاج ديال العراسات، يعني الدجاج كيبغي الدغميره بزاف، كيبغي البصله بزاف. اللحم هنا درت ليه ثلاثه ديال البصيلات بعيد الحال، اللحيمه ديال الغنوه ديال اللحيمه ديال السبوع ديال السميه كيف ما قلت لكم. صافي هنايا دابا هذه اللحيمه ديالي كنت غسلتها وخليتها هنايا كتنشف. هنا درت اربعه د المرسوات ماشي ثلاثه، قلت لكم ثلاثه ديال لي مرسو هنا على حسب الناس اللي غنتغداو حنايا كاملين. وصافي خديت هنايا الثومه كندير فيه الثومه طريه، هذه كانت عندي الثومه البنات اللي كنجاب لي المزابي ولا اللي كانت عندي كلها خشيتها في الكونجيلاتور، ملي كنبغيها راه كندوز كنجبدها، حيت الا خليتوها على برا راه كدغيا كتخوى ليكم، كتخوى راه ما كتلقاو فيها حتى شي حبه من الداخل وكتسوس. ملي تكون عندكم نتوما بحال هكا كثيره ديروها سنين فات ولا خليوها ريوس، بحال مثلا في الرفيسه اللي كتكدير لي ماما كتخليها لي ريوس هكاك، واخا ما كناكلهاش غير كتزوق بها. عبد الرحيم عنده مع الثومه، انا ما نحملهاش ما نكذبش عليكم، الثومه هكاك في الرفيسه ناكلها هكاك طروفه ما كتعجبنيش. صافي هنايا غادي ندوز غادي ندير العطريه ديالي، درت لي بزار ديما في الطياب البنات اللي كيكون خاطر وداكشي ما تكثروش لي بزار بزاف باش ما تجيكمش المريقه كحله. درت هنا نص معلقه ديك معلقه ديال العطريه، نص معلقه ديال البزار، واحد المعلقه عامره مزيان ديال السكينجبير، الخرقوم، درت هنايا السمن. بطبيعه الحال العطريه يعني كتختلف من على حسب الكميه ديال اللحم، الا كانت عندكم كميه كثيره كديروا اكثر، كميه صغيره كديروا كميه صغيره. هنا درت السر ديالها هو هاد المروزيه والقزبر يابس، قزبر يابس انا ما بقيتش كنستغنى عليه في الطياب صراحه، كيعطي واحد البنه واحد المذاق. وبالنسبه للبسبيسه وقع قله رانا كنديرها غير في اللحم ديال المشمش والبرقوق، يعني اللحم اللي كيكون هكاك واقف في مريقته، ولا في الدجاج المحمر حتى هو كندير فيه شويه القزبر يابس وبسبيسه وقع قله، راه هذه هي الملكه ديال العطريه اللي كتعطينا البنه للاطباق. هنا الكويدات صافي رديت الغداء هو الاول يعني باش يوجد. هنايا عبد الرحيم كان فاق الصباح وقرب لنا هنا الحولي، دابا الحولي ماشي بغا نقول لكم راه حنا كنخرجوا صداقه وكنديروا نو no, انا غير كنبارطاجي معكم الحولي ديال الاسبوع، يعني حيت ما غاديش انا نطيبو كامل وما غاديش نطيب منه الاسبوع اصلا دونك غادي نخرجوا منه صداقه بسبب الله. الاهل والاقارب المهم كنتو عارفين هنا الناس يعني ما كاينش بحال المغرب، يعني الناس اللي دايزه فيهم ولا الجيران وداكشي والحباب والصحاب كتذوقيهم من اللحم باش نفرتكو هاد الحولي هذا ديال السنية وصافي، يعني كيقول لك الحولي خاصو نخرج منه صدقة ماشي غير ديال الأسبوع راه حتى ديال العيد الكبير، الله يجعلها في الميزان المقبول وصافي. هنا ديجا البارح حيدت واحد الكتاف خيطرتو، دابا غادي نخيط عاوتاني واحد الكتاف هنايا مجرومة فرندان شي غنبك الشرج غنبك الصيد واقف في الشرج صافي، راه الخدمة ديالي دابا هو خدم جوده راه صافي خلي ليا غير خدمتي صافي. انا ها هو وي شو بغيت بلاتي هون. هنا عبد الرحيم هذا تخلي الثاني ها هاد الرجلة قطع لي وحده وحده خليها صينة. السلام عليكم، ما قلتش لكم السلام في الاول بيت مدوخ مدوخ ما الصباح هرب شنو بغيتي دابا هنايا؟ قطع لي قطع هذا قطع واحد واحد خليه صاير ما عندكش مقدر تضرب هاد الرجلة يعني
انتما هذه غادي نخليها ربما غادي يجي عندنا شي واحد داكشي غادي نخليها صحيحه. هادو اللي خدو صدقه خصهم يغسلوهم. هادي ديالي خصها غسلوهم. هنا الحوضي خلينا ينشف. البارح عرفتي كنا غير زيت الليل وعبد الرحيم البارح كان عنده واحد روندي دوات دونك مقداش يقطعو في الليل، رانا بنا صباح بكري وقطعوه. نزار ان شاء الله هاد النهار شرع الباش اللي غادي يديرو وكلشي اللي غادي متبعين والو نزار. هكا العندي جري جري بزاف اليوم. الحمد لله كيفما قالت كوثر مشينا شرينا داكشي اللي غادي يخص باش غنديرو لا كوفرتور لا سوتواتور ديال الدار ان شاء الله. داك النهار كنقال لكم على داك المشتركه اللي كنا فيها النعمه، ولكن صراحه باش قلت لكم راه وقع لينا مشكل في البنيه، طلع طلب لينا واحد الثمن اللي غالي 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 بزاف. عبد الرحيم تلاقى مع شي ناس، كتعرف عبد الرحيم فيه التسوى فيه سبق شي، تلاقى مع شي ناس اللي غادي يصاوبوا ليه هما بقينه، يعني ناقص علينا تقريبا بالنص تقريبا وي تقريبا شي ناقص شي غتكون ناقص تقريبا شي 500 اورو. كاين السيد اللي يصاوبوا لينا بيدو بالمشرى ناقصه 500 اورو السيد اللي طلب لينا. يا خويا صبر صبر صبر، شكون اللي كتغزل بها البنات بحال هادي؟ هو هنايا المشماش و البرقوق و اللوبرا ديجا عندي مقليين هادي فاضي. هنايا شنو كنسولو عليكم؟ بالنسبة للبنات بالنسبة لولدي يانس، بان حيت تقولو لي كوثر سميتيه أنيس، لا ماشي أنيس، يانس. كنعاونو دابا في الحليب بقالية. في اللول سبيطار عطاوني كيكول، راك الشور هادوك القريعات صغار، وملي خرجت عطاوني كرتونه قسما بالله. جات معايا كرتونه فيها تقريبا 24 قرعه اللي جات معايا، حيت خرجت بالحد والحد ما خرجش حتى لوحده، ولي مكازا ولي فارماسي كلهم كيكونوا مسادين. ملي قلت لهم قالت لك لا راه غادي نعطيو الكرتونه، عرفنا دابا انت تخرجي بالحد يعني يكون عطاوني كرتونه. دونك الكرتونه تكملت يعني كنعاون بيه. دابا اليوم الصباح بديت لي الجاليه، حيت قالية هادي باش ربيت لوجين. هاد قالية ديال لا نيسونس، ها هي كتكون من زيرو حتى لست شهور، يعني من الزيادة حتى لست شهور. شحال كدير عبد الرحيم؟ 17 أورو. هادي باش كدير، هادي اللي غادي نعاون بيها يعني. البارح كان عندي رونديفو، شريو لي بقرة كذا غدا. البارح كان عندي رونديفو ديالو، الحمد لله كلشي مزيان، عطيني رونديفو السيمانة ديال الكونترول ديالو. عاد ما نلقى ليه بيدياك، حيت عيط لبيدياك دابا وكلشي خارج باكم. ميم لا ساج فام لي تجي دابا عندي للدار، حيت نورمالمون خاصني ساج فام دابا لي تجي عندي للدار باش تشوفو وتشوفيني حتى انا. كلشي باكم خلينا شحال وحده، خلينا لا ميساج بوكال تيليفون. دونك باقي ما جاوبتني حتى وحده. ملي قلت لهم البارح حبيتها قالت ماشي مشكل، السيمانه الجايه غادي يعني غادي يكونتروليوني انا ويعني في نفس الوقت. هنا هذا الماء دابا اللي كنخلط ليه به، ما كنديرلوش الماء ديال كريستالين ولا شي حاجه، هذا الماء ديال لي بيبي. هذا كيدير قله شي 4 اورو ولا شي حاجه قرائي ديال الماء هذا. المهم هذا الشيء اللي كاين. كما كتعرفوا انا كنشارك معكم يعني النهار ديالي في النفاس. ايوا ماشي مشكل ماشي مشكل، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد.
الحمد لله كاينه ماما كتعاونني غير ما كتبانش معايا وصافي يعني ما تقولش صافي راه جالسه بوحدها غير انا يعني ماما معذبه بها كدرو داكشي كنخليها تفتح شويه كدير لي يعني سكتار وقلت لها مولو جايين بعيد بها وانا كندخل هكا كنحيد عليا اللي حيد انا ما كتقولي كوثر تاع فعلا 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 حيت البارح عييت بالمقفول والله ولكن الحمد لله انا ماشي من داك النوع اللي كنبغيش الفراش ونبقى جالسه نوض شويه ونرتاح شويه نوض شويه ونرتاح شويه هادشي اللي كناكل ديالي شكرا بوسه كبيره ليكم الناس اللي باقيين كتتصلوا بيا الناس اللي كتصيفط لي كومونتير هاد الناس اللي كتباركوا لي كنقول لكم شكرا ليكم بزاف الله يخطيكم عليا الله يخطيكم عليا صافي غادي نكمل هنايا اللحم كما قلت لكم غنصيفط للناس كل واحد بديالو الله يجعلها صدقه مقبوله وصافي نطيو نكمل هنايا باقي لي غير التعفل ديال البرد فوق الشمال غادي نبارطاجي معاكم وهانتوما معايا هنا البنات صافي دابا من بعد ما طابت لي الحيمه ديالي راه جمعت الدار جمعت الروينه مسحت هنايا بجافيل نقيت كلشي كما قلت لكم كل حاجه مشات عند ماريها البنات والله حتى نسيت ما صورت لكمش البرقوق والمشمش ولكن عادي بالنسبه للمشمش البنات هانتوما بقى لي هنايا غير شويه ما درتوش كامل ملي كنجي نعسلو كنديرو غير في الماء والقرفه عواد والسكر ما كنديروش القرفه بودر باش ما تكحل ليناش داك المشمش يعني كنديرو غير القرفه عواد عكس البرقوق البرقوق كحل يعني كندير فيه القرفه عواد والقرفه بودر مع السكر ملي كيتعسلو يعني كيبقاو يا اخي كيبقى كيغلي غلي غلا ملي كيبقى يدير داك الفقاعات غليظه صافي كنضيف ليهم معلقه زبده يعني ضفت معلقه زبيده في البرقوق ومعلقه زبيده في هذا في المشمش علاش باش كيبقى داك البريو هانتوما المشمش ولا البرقوق كيجي كله كيغلي هنا ما بقى ليش الكركاع كله تكال الصراحه بقاو ليا شي حبات هنايا ولكن حرقتهم ما تديوش عليا ما تحمرهمش بزاف حمرتهم هنا فوق البوطه وكانت المقيله سخونه اللي حمرت فيها الجنجلان ودغيا شاد اللون شوفوا البريون كيفاش كيجيكم في المشمشه البنات ملي كتضيفوا ليه داك معلقه ديال الزبيده المشمش قلت لكم ما كنضيفولوش القرفه بودر القرفه عواد هنا راه باقي مسخان المريقه ديالي عطيه معلكه يا سلام واش ما تبان لكمش ما تبان لكمش المهم هي تبان لكم هنايا هنا صافي دابا غادي ندوز بسم الله كتعرفوا هنايا دابا اللحم كي دغيا تبارك الله اللحم فتيه انا غادي نحاول نهزها مزيان باش ما كتفرتتش ليا يعني ماشي بحال الطيب اللي كيكون في الكميله وكتكون كيكون هذا كيكون فيه اتساع ثم نقدو الحطيطه ديالنا نحاولو مزيان يمشي نقاد ان شاء الله هنايا راه واقفه هاد الدغينيره واقفه في الزويته ديالها ثم اللحم كي الزبده تبارك الله ديما نزول اللحم بالحتايا باش ما كتهرش ليكم ديما الحتايا في هاد الجهه ومعلقه ولا فرشيطه كبيره في هاد الجهه باش كما قلت لكم ما كيتهرش صافي هنايا اسلامو عطيتي لخوك هو اللي كيعطيك كيساوي بالخوك دابا الرضاعة هانتوما نشوفو غير داك الدغينيرة اللي كتكون عندنا ولا واللحم البنات ما كيبغيش عكس الدجاج في الدغميره ما كيبغيش يتسلى بزاف يعني بين وبين ديما نهزو البصيله مع داك الزويته ما نهزوش غير الزويته هكاك بوحدها تبارك الله جاية واقفة في اليديمة ديالها صافي دابا غادي نبقى نزوق الزواق راه كيكون عشوائي اللي بغات ان شاء الله حتى الأسبوع غادي نوريكم الزواق هكا كل وحدة يعني والإمكانيات ديالها اللي بغا يدير هذا الأناناس ولا أنا كيسلم ولا داكشي معسل ولا دابا الكيوي ولا التخربيق كامل كاين داك
بريستيج. هنا البرقوق هو درت له الوجه ديالو في الزنجلان. اسلام خليت لك ديالك ماما. ها اسلام تيعاود عليا ملي كيقول لي ماما البرقوق ما ديرليش فيه الزنجلان، ولدي ما يحملش شي حاجه سميتها الزنجلان، اي حاجه فيها الزنجلان ما كيبغيهاش. كان بلا كانت قايم ما عندوش معاه. وصيت صافي هذه هي الخطه ديالنا. غاتو بريسيل سهيتي انتم البنات. ها هي الحطه ديالي، شوفوا اللحم كيفاش كيجي البنات، شوفوا غير التعليكه ديال المريقه باليديمه ديالها. ناري ريفت اللحم في الاخر كيفاش كيجي، كيجي الصراحه معلك معلك. سمحوا لي البنات كما كنقول لكم ديما، سمحوا لي الا شهيتكم، ولكن انا غير كنبارطاجي معكم. جيتي هنا كلشي على الزواق، وقفيتي هنايا صافي. الطريقه ديالي هذه هي الطريقه اللي كندير بها انا اللحم. صراحه ما كاينش اللي كيدوقوا عليه وما كيشكرنيش عليه. هنا الكبيدات صافي غادي ندوزو نتغداو، وغادي نقول لكم سمحوا لي الا شهيتكم. وما تنساوناش من اللايكات ديالكم، الكومونتيرات، البارطاج. بصافي الحال الا عجبتكم انا كنبارطاج معكم دابا في الدار، نفيسه كتبارطاجي معكم اليوميات ديالها. كنتمنى تقبلوا عليا، وغادي نقول لكم شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.